جهود متواصلة تبذلها الدولة من أجل الوصول بالخدمات كافة للمواطنين الأكثر احتياجا بجميع المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدني. ويأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كشريك رئيس للوصول بتلك الخدمات لكافة المحتاجين على طول البلاد وعرضها، وخصوصا مبادرات الخدمات الصحية كمبادرة القضاء على قوائم الانتظار. يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن، حاملا معه الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين. وفي هذا الإطار نظم التحالف الوطني مبادرة دعم إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بمستشفى المعهد الطبي القومي بدمنهور بمحافظة البحيرة. مبادرة دعم إنهاء قوائم الانتظار، ويمكن دي للمرة الثالثة احنا بنشارك فيها، وإن شاء الله بإذن الله هي يعني مش متوقفة على كده بس، ده احنا إن شاء الله نمتد لبقية المراكز في محافظة البحيرة، بحيث تبقى محافظة البحيرة كل الحالات فيها اللي هي في الويتنج ليست في الانتظار إن شاء الله نقوم بدعمها. احنا مجرد ان احنا نسقنا مع المؤسسة، تمام، اتصلنا على قوائم الانتظار وحددنا النهاردة أكثر من 120 عملية. الحمد لله اليوم بادئين من الساعة 8:30 صباحا، وأنجزنا الساعة دلوقتي 12، وأنجزنا حوالي تلت العمليات المقررة. وده مش أول يوم نقدمه، ده خامس يوم نقدمه بالتعاون مع المؤسسات الخيرية. احنا طبعا سعداء النهاردة ان احنا بنعمل يوم في حب مصر. اليوم ده بيبقى الهدف منه رفع المعاناة عن المواطن المصري او المريض المصري تحديدا. النهاردة اليوم كله بدعم من التحالف الوطني، بدعم من معالي الوزيرة نيفين الكاتب. النهاردة اليوم كله عشان خاطر المواطن المصري، نحنا نقلل اي آلام عن المواطن المصري، والمواطن المصري يستحق مننا اكتر من كده. كفاية ان احنا الشعب المصري ده شعب جسور، شعب بتحمل كتير، شعب دايما احنا في ظهره. احنا ننجز اكبر عدد من قوائم الانتظار، خاصه في العظام، المسالك، المخ والاعصاب، العيون، الجراحه العامه. ان شاء الله في خلال اليوم ده ننجح ان احنا باذن الله نعمل حوالي 150 عيان باذن الله. التحالف الوطني اكد ان المبادره ستمتد الى جميع المراكز بمحافظه البحيره حتى تختفي قوائم الانتظار للعمليات الجراحيه بشكل نهائي في القريب العاجل. طبعا المجهود ده مش هينجح غير بالتعاون بين الكل، سواء ستاف مستشفى، اطباء، تمريض، عمال، موظفين، كتبة، الجميع، زائد المجهود المجتمعي. حقيقة أنا بثمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار مش بس بالتعاون مع المستشفيات الحكومية ولكن المستشفيات الخاصة. حقيقة المبادرة بقالها يعني حوالي سنتين ساهمت في إنهاء معاناة ومشاكل كثير من المرضى وإنهاء انتظارهم للشفاء، والحمد لله أثبتت نجاحات كثيرة على كل التخصصات. سعادتي كبيرة جدا وفخور جدا بأطباء محافظة البحيرة، وشاكر جدا للمبادرة الرئاسية اللي هي التحالف عاملها. يعني حالة جميلة جدا من الحب، في النهاية بيستفيد بيها هو المواطن البحراوي والمواطن المصري بصفة عامة. عندنا مشغلين 32 أوضة عمليات للقضاء على قوائم الانتظار، وإن شاء الله المستهدف نخلص 150 حالة من القوائم. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعد ركنا مهما في دعم جهود الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا ولتوفير متطلباتهم في إطار خطة الدولة الاستراتيجية.